السلام عليكم ورحمة الله. أجمل بشارة إنه شركة أمازون قد فتحوا فروع لبيع التيشيرتات عبر مرش باي أمازون في أوروبا، في بريطانيا وألمانيا. ففي الأيام القليلة القادمة سيتم فتح هذه المتاجر في أوروبا، وهذا الموقع الرسمي الذي ترونه أمامكم هو لميرش باي أمازون، وعند أقصى اليمين عند المسجز الرسائل هيظهر لكم الروابط. الموقع اللي فوق ده خاص ببريطانيا، والموقع اللي تحت خاص بألمانيا. أول ما تضغط عليه بيديك على الرابط على طول، ممكن تفتحه. وينقلك على طول هذا الموقع أمازون اللي خاص بألمانيا. بس لم يتم فتح الموقع لميرش باي أمازون. ألف مبروك لكل واحد مسجل على مرشب أمازون.